بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. مساكم الله بالخير أعزائي مشاهدي قناة فدك المباركة، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وركوعكم وسجودكم. نلتقي معكم في ليلة جديدة من الليالي الرمضانية المباركة، ودائما نلتقي مع سماحة الشيخ ياسر الحبيب حفظه الله ليلقي علينا ورقة بحث، بعدها إن شاء الله نتلقى الأسئلة والاستفسارات حول ورقة البحث أو حول أي شبهة يطرحها، وخاصة الفرقة البترية هداهم الله لكي يتمعنوا بالطرح الذي يطرحه سماحة الشيخ، وإذا لديهم استشكال حول القضية وحول الموضوع فليناقشونا أو يتصلوا علينا. وها هو سماحة الشيخ يتلقى اتصالاتكم ويجيب عنها إن شاء الله. بالبداية مساك الله بالخير سماحة الشيخ. مساكم الله بالخيرات، حياكم الله، تقبل الله أعمالكم وأعمالنا وأعمالكم إن شاء الله سماحة الشيخ. تفضل سماحة الشيخ الورقة البحث إن شاء الله، وبعدها نتلقى الأسئلة. أحسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. كنا على مدى الليلتين الماضيتين قد طرحنا نموذجين من نماذج التحريفات والتلاعبات التي قام بها محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه. طرحنا هذين النموذجين أو المثالين للتدليل على أن هذه الفرقة لشعورها بالاهتزاز وعدم الثقة، ولخوفها من اكتشاف أبنائها حقيقة الأمور، وحرصا منها على بقائها، وعلما منها أنها على ضلال وباطل، فإن هذه الفرقة تعمل على بتر النصوص الدينية والتلاعب فيها والتحريف والتزوير والوضع والكذب وما أشبه. انتبهوا إلي أيها الإخوة، أتعلمون ما هي مشكلتنا مع هؤلاء القوم الذين يدعون أنهم يمثلون خط السنة والجماعة؟ وما هو بخط السنة والجماعة؟ وإنما هو خط البدعة والفرقة. أتعلمون ما هي مشكلتنا معهم؟ مشكلتنا معهم أننا حين نواجههم بالدليل فإنهم يردون علينا بالكذب والاختلاق.
أنا لما نواجههم بالحقائق فإنهم يردون علينا بالتحريف والتلاعب والتزوير. هذه في الواقع هي مشكلتنا مع هؤلاء القوم، أنهم لا يواجهوننا علميا، إما أن يواجهوننا بمثل هذا الكذب والتزوير والتحريف، وإما أن يواجهوننا بالعنف والسيف والقوة المفرطة، أي القتل والإرهاب، وإما أن يواجهوننا بمثل التجاهل التام الذي ترونه هذه الأيام لما نطرح، حرصا منهم على إبقاء هذا الضلال وإبقاء هذه الأمة المسكينة مخدوعة مغيبة معتما عليها، لا تبصر الحق ولا تبصر الحقائق. إلى اليوم نحن لم نسمع جوابا على ما وجهناه من اتهامات للبخاري بتحريف الأحاديث الشريفة، نتأمل أن نسمع جوابا، كما نتأمل أن نسمع جوابا هذه الليلة أيضا على ما نطرحه إن شاء الله تعالى. إذا لاحظتم من بين ما يلجأ إليه أهل الخلاف، أعني بذلك مشايخهم، من بين ما يلجؤون إليه لرد الحجج الإسلامية أي الشيعية، قولهم أن هذا الحديث ضعيف الذي تستدلون أنتم به، هذا حديث ضعيف لا نقبل به ولا نأخذ به. وكثيرا ما واجهونا بهذا الذي يعتبرونه سلاحا، وما هو بسلاح. المشكلة هي أن أبناءهم عوامهم لا يعرفون كيف يميزون بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، أو الحديث المعتبر والحديث غير المعتبر، أو الحديث المعتد به والحديث غير المعتد به، ما يتمكنون أن يميزوا بين هذه الأحاديث وبين هذه الأدلة، لذا يقبلون فورا كلام مشايخهم حين يقولون للناس خداعا وكذبا إن هذا الحديث الذي يستدل به الشيعة حديث ضعيف. كلامي هذه الليلة يدور حول هذا المحور. ورقتي البحثية هي هذه في الواقع، أنه ما هو المعيار عند مشايخ أهل الخلاف لا سيما المعاصرين منهم، ما هو المعيار في تصحيح وتضعيف الأحاديث؟ هل هو معيار علمي أم هو معيار مزاجي؟ هل أنهم يرجعون إلى قواعد دقيقة في تمييز الأحاديث، مع أن شطرا من تلك القواعد أسسها علماؤهم الأقدمون، أم أنهم لا، في محاولة منهم فقط للفرار من الهجمات الشيعية وتحاشيا منهم لإعلان هزيمتهم يدفعون بهذا الدفع ويتملصون بقولهم هذا حديث ضعيف ويسكتون؟ تعال فسر لي كيف يكون هذا حديثا ضعيفا، ثم تعال وفسر لي أنه ذلك الحديث الآخر الذي تستدل أنت به مثلا في التمجيد بأمك عائشة أو بسيدك أبي بكر أو بسيدك عمر
أو بمعاوية ومن أشبه، هذا الحديث الذي تستدل أنت به هو حديث صحيح. تعال أثبت، تعال ناقش في ذلك. لا يتناقشون، لأنهم يعلمون أن التصحيح والتضعيف عندهم مزاجي لا أنه علمي، ليس فيه سمة الإنصاف. سأطرح نموذجا اليوم. قد وعدتكم بالأمس أن أتطرق إلى كتاب ألف في زماننا هذا من قبل نخبة ممن ينتمون إلى الفرقة البكرية. هذا الكتاب هو الكتاب الذي استند عليه المسلسل السخيف الهابط الذي يبث هذه الأيام بعنوان الحسن والحسين صلوات الله عليهما. هذا المسلسل الذي قلنا أنه محاولة بائسة فاشلة من أبناء الفرقة البكرية لإيقاف المد الشيعي، ولكن هذه المحاولة فاشلة بائسة. لماذا؟ لأنها تقوم على الكذب والتزوير وتحريف التاريخ. قد تتبعنا أن هذا المسلسل السيناريو الذي وضع له من أين أخذوه؟ يعني أردت أنا شخصيا أن أعرف أنه على قول من من المحققين اعتمدوا في مسألة استنباط الحوادث التاريخية وبناء سيناريو المسلسل عليها. فقرأت أن هذا المسلسل أو السيناريو أخذ من هذا الكتاب الذي ألف في عصرنا هذا، وهو كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري. قالوا نحن أخذنا كتاب تاريخ الطبري وغربلناه، فميزنا الأحاديث الصحيحة وميزنا الأحاديث السقيمة أو الأحاديث الضعيفة، فأخذنا بالأحاديث الصحيحة وكتبنا سيناريو المسلسل على هذا الأساس فأنتجنا هذا المسلسل. كلام الآن للمثقفين والواعين وطلاب الحقيقة من أبناء الطائفة البكرية. تعالوا ننظر هل أن هذا الذي زعموه صحيح؟ هل أنه حقا رجعوا إلى قواعد علمية في هذا الكتاب حتى يميزوا بين الأحاديث؟ أم أن القضية كانت مزاجية نابعة من الهوى، فكل حديث وجدوه يخدش في صحابتهم ضعفوه، وكل حديث وجدوه يعلي من شأن صحابتهم صححوه، مع أن السند هو نفس السند والمتن لا يفترق عن موضوع المتن الآخر إلا في هذه النقطة فقط. إن الطائفة التي تلجأ إلى مثل هذا طائفة لا تحترم نفسها، ليس عندها أمانة علمية، طائفة تعلن بشكل صريح أنها مهزوزة لا تمتلك الثقة في نفسها، ولذا تلجأ إلى مثل هذه التحريفات وهذا الأسلوب المزاجي في الانتقاء من التاريخ ما يحلو لها وإهمال الباقي و التلبيس على الناس من بعد ذلك. كتاب صحيح وضعيف، صحيح وضعيف تاريخ الطبري. من ذا الذي قام به وكتبه؟ من الذي خرج وحقق رواياته؟ ومن الذي أشرف على ذلك؟ من هي هذه النخبة البكرية
التي قامت بهذا الجهد العلمي الجبار الذي جعلني أضحك عليه. مكتوب على الكتاب هكذا: حققه وخرج رواياته وعلق عليه محمد بن طاهر البرزنجي بإشراف ومراجعة المحقق محمد صبحي حسن حلاق. راجع فصولا منه وأبدى ملاحظاته كل من الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري والأستاذ الدكتور عماد الدين خليل، وبإشراف عام من الدكتور الشيخ يحيى ابن إبراهيم اليحيى. هؤلاء كلهم اجتمعوا لإخراج هذه التحفة، صحيح وضعيف تاريخ الطبري. ولكن في نفس هذا الكتاب يفضحون أنفسهم من حيث لا يشعرون. اقرأوا أنتم في هذا الكتاب في المجلد الثالث الصفحة 7 عن حجتهم في تصحيح روايات سيف بن عمر التميمي. سيف بن عمر التميمي هذا الرجل مطعون فيه، علماؤهم طعنوا فيه وصفوه بأنه كذاب، بل وصفوه بأنه زنديق إلى هذه الدرجة. الطبري قسم من رواياته في التاريخ أخذها عن هذا الرجل، وهذا الرجل كان ذا هوى أموي، بكري عمري عائشي أموي بامتياز، فرواياته يغلب عليها هذا الطابع، طابع الدفاع عن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وبني أمية، كما أن رواياته يغلب عليها كذلك طابع الهجوم والافتراء على شيعة أهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. ومن تلك الروايات رواياته حول هذه الشخصية الأسطورية بهذا الدور الأسطوري، وهي شخصية عبد الله بن سبأ اليهودي. هذا الرجل مقدوح فيه، مضعف مكذب مزندق، ولكن أصحاب كتاب تاريخ أو صحيح وضعيف تاريخ الطبري لم يحترموا الأمانة العلمية ولم يحترموا عقول الناس، فصححوا رواياته بشروط ذكروها. من بين تلك الشروط الشرط الثالث، يقولون هكذا بالنص، وأنتم لاحظوا وانظروا إلى هذه الفضيحة. هذا الشرط الثالث، يقولون نحن صححنا روايات سيف بن عمر بهذه الشروط، هذا معيارنا في التصحيح. قل لي بالله عليك هذا معيار علمي أم لا؟ يقول في الشرط الثالث: بعد أن تأكدنا من خلو هذه الروايات من طعن في عدالة الصحابة أو غمز ولمز بهم وبتعاملهم مع بعضهم البعض. هذه العبارة بحد ذاتها كافية لتثبيت هذه الفضيحة. أي رجل منصف هذا، محقق في التاريخ وفي الأحاديث، يضع شرطا كهذا ويجعله معيارا في التصحيح والتضعيف؟ أنه أنا إذا يعجبني النص ما فيه غمز ولمز بالصحابة وطعن بعدالة الصحابة وبتعاملهم مع بعضهم البعض، فإذا الروايات صحيحة. أما إذا ماكو به هذا المعنى، ما فيه هذا المضمون، فالروايات ضعيفة. إذن ليس المعيار هو مراجعة السند، وأنه هل السند قد وصلنا عن الثقات، وليس المعيار هو ملاحظة مثلا القرائن
والمعضدات والشواهد. ليس هنالك مسطرة واحدة نقيس بها الروايات، لا، السند هو نفس السند، لكن رواية بنفس السند صحيحة، رواية بنفس السند ضعيفة. لماذا؟ لأنه هذه الرواية لا تقدح في الصحابة، وتلك الرواية تقدح في الصحابة. إذن القضية صارت مزاجية، قضية هوى. إذن يعني على كيف مزاجي بعد. إذن نحن نفعل نفس الشيء، لو كان العلم هكذا لفعلنا نفس الشيء. أيضا نأخذ نحن الروايات، أي رواية نشوف فيها قدح في عائشة مثلا، فورا نقول هي صحيحة ونحتج بها عليكم، وأي رواية نشوف فيها مدح لعائشة نسقطها. نحن لا نفعل هكذا، عندنا معيار، عندنا ميزان، عندنا مسطرة واحدة نقيس بها الأحاديث. هذا الذي يقولونه وقالوه في مقدمة الجزء الثالث من صحيح تاريخ الطبري، أنه كيف صححوا روايات سيف بن عمر مع أنه مطعون فيه. قالوا بعد أن تأكدنا من خلو هذه الروايات من طعن في عدالة الصحابة أو غمز ولمز بهم وبتعاملهم مع بعضهم البعض، هذه قبلناها. يعني شنو المعنى؟ أخذنا إحنا روايات سيف بن عمر بتاريخ الطبري، وأي رواية من نفس الراوي سيف بن عمر ما فيها غمز ولمز بالصحابة على تعبيرهم قلنا هي صحيحة، أي رواية فيها غمز ولمز بالصحابة قلنا هي روايات ضعيفة. هذه مهزلة، هذه مسخرة. هذه إذا كنتم هكذا حقيقة تتعاملون مع الناس وكأنهم غنم لا يفهمون غير متعلمين، فلا أقل من أن تحترموا أنفسكم. يعني أنت اللي تسمي نفسك أستاذ ودكتور ومحقق وشيخ وإلى آخره، احفظ تاريخك العلمي، مو هكذا تصنع. الطبري قسم من رواياته مروي عن طريق مؤرخ وراوية شهير كان شيخا من شيوخ الكوفة. هذا الرجل معروف يقال له أبو مخنف. مخنف يعني الرجل اللين السهل هكذا غير العنيف، هذه كنيته. الرجل اسمه لوط بن يحيى، المشتهر بكنيته أبو مخنف الأزدي أو الأزدي. هذا الرجل يروي عنه الطبري كذلك، ولكن لأن هذا الرجل رواياته فيها شيء كثير من الإنصاف، يعني فيها تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام الحقيقي، فيها بعض مثالب عائشة وعثمان ومن أشبه، فإنهم شطبوا عليها واحتجوا بذلك بقول ابن حبان فيه. ابن حبان فيه أنه ماذا يقول ابن حبان؟ يقول فيه رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات. يقول نحن اعتمدنا على شهادة ابن حبان في تسقيط أبي مخنف، ولذلك نحن نسقطه ونجرحه ولا نعتبره ثقة، فحكمنا على رواياته التي في صحيح الطبري أو في تاريخ الطبري حكمنا عليها بالضعف اعتمادا على قول ابن حبان. هذا أمر عجيب، أنه كيف يعتمدون على قول ابن حبان في أبي مخنف ولا يعتمدون على قول ابن حبان نفسه في سيف ابن عمر؟ فإن ابن حبان كما طعن في أبي مخنف طعن كذلك في سيف ابن عمر، ووصفه بالزندقة، وتلك كلمة أشنع عند القوم يفترض من وصف أبي مخنف بالرفض.
يعني المفروض زنديق أم رافضي أيهما أعظم جرما؟ المفروض الزنديق. ابن حبان قال عن سيف بن عمر أنه زنديق، وقال عن أبي مخنف أنه رافضي. فخر هذا لأبي مخنف إن صح أنه رافضي، ولم يكن الرجل كذلك، يعني هذا ليس ثابتا عليه، إنما كان لأنه قسم من رواياته أيضا، يعني إذا تتبعتم التاريخ جيدا قسم من رواياته تتعارض مع أصول التشيع أصلا. لكن على أي حال، فلنفترض أنه كذلك، أنتم اعتمدتم في تسقيط أبي مخنف على قول ابن حبان فيه أنه طعن فيه، كيف لم تعتمدوا على قول ابن حبان في سيف ابن عمر ولم تضعفوه، ووصفتم قول ابن حبان في سيف ابن عمر أنه تحامل من ابن حبان، تحامل شديد على سيف ابن عمر، ما كان يستحق هكذا. إذن القضية مزاجية. لاحظوا، هم يقولون أن ابن حبان قال في أبي مخنف رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات، لذلك نحن نضعف رواياته. طيب، ابن حبان نفسه يقول في سيف ابن عمر هذا النص، يقول اتهم بالزندقة وكان يضع الحديث. هو يألف الأحاديث من كيفه سيف ابن عمر؟ هذا تجدونه في كتاب ابن حبان المجروحين الجزء الأول الصفحة 345. يأتي هؤلاء أصحاب كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري يعلقون على قول ابن حبان في سيف ابن عمر، يقولون وهذا زيادة في الجرح من ابن حبان. ابن حبان زاد الجرح في سيف ابن عمر، وهو معروف بتساهله في التوثيق وتشدده في الجرح. ولذلك قال الحافظ في التقريب الجزء الأول الصفحة 262 أفحش ابن حبان القول فيه، أنه ابن حبان أفحش القول في هذا المسكين سيف ابن عمر. طيب لماذا لا تقولون أيضا ابن حبان الذي هو معروف كما تقولون بتشدده في الجرح أفحش القول في لوط بن يحيى الأزدي أبي مخنف؟ لماذا؟ لماذا اعتمدتم على قوله في أبي مخنف ولم تعتمدوا على قوله في ابن حبان، مع أن الرجل هو واحد؟ السبب هو أن أبا مخنف هذا الرجل قد روى روايات لا تعجبهم، لذلك اعتمدوا وتحججوا وتذرعوا بقول ابن حبان فيه، ولكن سيف ابن عمر روى روايات تعجبهم تغذي نزعتهم الأموية، فقالوا لا نعتمد على قول ابن حبان فيه، وهذا كان تشدد وتفحش من ابن حبان في هذا الرجل، فلذلك لا نقبل طعنه فيه، مع أنه ليس ابن حبان وحده الذي طعن في سيف ابن عمر، بل جمهرة من أعلامهم الرجاليين. قال فيه أبو حاتم، هذا قول أبي حاتم في سيف ابن عمر التميمي، قال متروك الحديث. قال فيه الحاكم اتهم بالزندقة وساقط الرواية. قال فيه يحيى بن معين قال ضعيف الحديث. قال فيه الفسوي ليس بشيء، هذا ما يساوي شيء، ما يساوي حتى عفطة عنز. قال فيه أبو نعيم متهم في دينه مرمي بالزندقة ساقط الحديث لا شيء، ما يساوي شيء، هذا ما يساوي شيء. كل هؤلاء طعنوا في سيف ابن عمر وليس ابن حبان فقط، أهملوا كل هذه الطعون وصححوا روايات سيف ابن عمر القسم منها الذي تأكدوا من خلوه من الطعن في عدالة الصحابة. إذن القضية ليست علمية، القضية قضية هوى، قضية مزاج، بكيفه
أنه يشوف الروايات اللي تعجبه يقول صحيحة، الروايات اللي ما تعجبه يقول لا مو صحيحة. هنا تعرفون أيها الإخوة بأي سلاح يواجهوننا، بسلاح المزاج والهوى مو بسلاح العلم. لذلك إني أنبه جميع أبناء الأمة إلى هذه المؤامرة عليهم. حين تسمعون من هؤلاء مشايخ السوء الكذابين الذين لا يخافون الله عز وجل، حين تسمعون منهم في الرد علينا يقولون تحججوا، هؤلاء أخذوا هذه روايات ضعيفة، هذه اعلموا أنهم كاذبون، وأن تضعيفهم للروايات ليس راجعا إلى المقاييس العلمية حتى عندهم، وإنما هو راجع إلى هواهم، يكذبون عليكم. ولذلك إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة سأعرض عليكم نماذج من نفس هذا الكتاب، كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري، الذي إن بنى عليه هذا المسلسل السخيف الذي يعرض الآن، أعرض عليكم نماذج لروايات صحيحة 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 عندهم، صحيحة يعني بناء على قواعدهم، بناء على معاييرهم، على أصولهم، روايات صحيحة قالوا هي ضعيفة ضعفوها، وروايات أخرى ضعيفة صححوها. وهنا يظهر أمامكم الكذب بشكل واضح وجلي، ويظهر أمامكم الكيل بمكيالين، والحكم لكم. إن كنتم تريدون أن تحترموا عقولكم لا تقبلوا بأمثال هؤلاء. إذا كان سلفهم كالبخاري أكبر كذاب ومتلاعب بالروايات، وهو لما ألف صحيحه قال هذا الصحيح، هذا بناء على أي معيار جعل هذه الأحاديث صحيحة؟ معيار الهوى والمزاج. ومع ذا أنطقه الله عز وجل من حيث لا يعلم بالحق، ففلتت روايات وظهرت في صحيحه، حكم عليها بالصحة، وهي كافية في إثبات أن الحق مع أهل البيت عليهم السلام، وأن الباطل مع أعدائهم. فلتت، الله عز وجل يجري الحق على ألسنتهم. كذلك هؤلاء الجهلة الخادعين المتلاعبين المحرفين، هؤلاء الذين ألفوا هذا الكتاب في عصرنا هذا، هؤلاء كذلك أيضا مع أنهم اجتهدوا في تنقيح تاريخ الطبري إلى أقصى درجة، بحيث يحذفون منه أو يضعفون منه كل ما يمكن أن يكون دليلا للشيعة، إلا أنه مع هذا فلتت منهم أحاديث وروايات هي تكفينا في إثبات أحقية الشيعة. هذه النماذج إن شاء الله تعالى سأعرضها عليكم إن كان في العمر بقية في الليلة القادمة بإذنه تبارك وتعالى. أحسنت سماحة الشيخ، وطيب الله أنفاسكم على هذه الطرح الجميل، ونوجه هذا الطرح إلى البكرية. سماحة الشيخ الحين أسقط عالم من علمائكم ورمز من رموزكم وعراه على حقيقته الكاذبة، فهبوا إلى نصرة عالمكم. عنا شخصيا، أعني أنا نفسي، إذا سمعت واحد يطرق شخصية من شخصيات الشيعة بهذا الموضوع وبهذا الكلام، أهب لنصرته وأبحث وأناقش لكي أحافظ على منهجي وعلى علمائي وعلى طرحي، وأبرز ذمتي بيني وبين الله. أما أنتم يا بكرية تسمعون من هذه الأذن وتخرجونها من الأذن الأخرى. سماحة الشيخ، بالبداية في سؤالين تحولوا من برنامج الأخ السيد الشاعر أحمد أبو طبيخ، طبعا هذين السؤالين صاروا نفس النشيدة،
أمس جاوبنا عليهم طبعا، وتقريبا أمس بنفس البرنامج قلت لك سماحة الشيخ أن تقريبا سألونا 10 مرات على هذا السؤال، حتى سيد فقير هم ما سلم هم سألوه مع أن كان الطرح ماله عن مسلسل وعن عثمان، فسألوا على نفس الأسئلة. فأبي يعني ممكن توضحنا ليش يروحون يلفون ويدورون على نفس السؤال؟ هو السؤال أين كان أمير المؤمنين عندما هجم عمر بن صهاك على دار الزهراء؟ والسؤال الثاني لماذا لم يردع فدك عندما استلم الحكم أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأول فقد ذكرنا حتى بح صوتنا أن أمير المؤمنين عليه السلام لما سمع استغاثة الزهراء البتول صلوات الله عليها من وراء الباب هب كالليث مسرعا وأخذ عمر من تلابيبه وصرعه وطرحه أرضا ووجأ أنفه وهم بقتله لولا أنه استذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله له بالصبر، فقال له: أما والله يا ابن صهاك لولا عهد من الله سبق ووصية أوصاني بها أخي رسول الله صلى الله عليه وآله لعلمت أنك لا تدخل بيتي لقلعت الذي فيه عيناك. فأمير المؤمنين عليه السلام دافع وقام بواجبه الشرعي عن الزهراء صلوات الله عليها. أما تجاسر القوم على الزهراء وتسببهم في قتل جنينها السبط الثالث المحسن الشهيد صلوات الله عليه وتسببهم كذلك في كسر ضلعها، فذلك كله قد جرى بغتة بينما كان أمير المؤمنين عليه السلام مشغولا في داخل الدار بالعبادة وبجمع القرآن، فيما كانت الزهراء عليه السلام على باب الدار. وهذا أمر لا يمكن لأحد أن يوجه أو أن يغمز فيه عليا صلوات الله عليه إلا الجهلاء الذين لا يعرفون حقيقة الحادثة وكيف جرت بشكل مباغت، وأن عليا بمجرد ما سمع الصوت هب وأنجد الزهراء صلوات الله عليها. أما الذي يعني نريده من بقايا أبناء عائشة أن يجيبوا على هذا التساؤل، أنه أين كان عثمانكم أو نعثلكم حين هجم القوم على داره واعتدوا على امرأته نائلة وتحسسوا مؤخرتها، وقال قائلهم إنها لكبيرة العجيزة. كل ذلك وقع أمام مرأى من عثمان، مع أنه لم يجري بغتة وإنما جرى بعد مقدمات طويلة، حصار دام 40 يوما. فأين كان عثمان طوال هذه الفترة؟ ولماذا لم يدافع عن امرأته؟ ولماذا لم يحرك ساكنا وهو يراهم يتحسسون مؤخرة امرأته هكذا أمامه؟ أين هي غيرته إلا أن يكون منعدم الغيرة؟ وهذا أمر طبيعي، لأن المؤرخين ذكروا أن والد عثمان أي عفان كان ملوطا، أي كان يلاط به في الجاهلية. وهنالك أيضا من المؤرخين من ذكر أن عثمان أيضا ورث هذه الصفة عن والده عفان، فكان ممن يتلاعب به الرجال. لا أريد أنا في هذه الليالي الرمضانية المباركة أن أستقذر يعني الكلام وآتي بهذه الفضائح وهذا الخياس إنجاز التعبير، إنما فقط أريد فقط أن يجيبوني الآن على أنه كيف عثمان لم يحرك ساكنا؟ أين ذهبت مروءته؟ أين ذهبت
غيرته. عثمان هو من يتوجه إليه الإشكال أنه لماذا لم يدافع عن امرأته نائلة. أما أمير المؤمنين عليه السلام فقد هب كالليث ودافع عنها، مع أنه لا قياس بين الحادثتين، إذ إن الهجوم على دار عثمان جرى بعد مقدمات طويلة كان يتوقع منها أن القوم هكذا سيصنعون بشرفه بامرأته بعرضه، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام الهجوم على داره جرى بغتة من قبل عصابة عمر وأوغاده من طلقاء قبيلة بني أسلم. فالقضية يعني واضحة من هذه الجهة. أما بالنسبة إلى السؤال الثاني فماذا كان؟ عن حادثة إعادة أرض فدك إلى الورثة الشرعيين بعد تولي أمير المؤمنين سلام الله عليه سدة الحكم والخلافة. هذه أيضا مع الأسف الشديد يعني من جملة الشبهات التي يثيرها أهل الخلاف، وإني لأعجب مع الأسف من أبنائهم أنهم لماذا يكررون كالببغاء يكررون هذه الشبهات دون تمعن في أجوبة الشيعة عليها. لقد قلنا غير مرة أن أمير المؤمنين عليه السلام حين تولى الحكم أو عاد إليه الحكم بعد الثورة الإسلامية العظيمة التي وقعت وكان شعارها الشعب يريد إسقاط عثمان، فقتل عثمان وذهب إلى جهنم وبئس المصير. بعد هذه الثورة العظيمة الأمة راجعت نفسها وعلمت بأنه لا خلاص لها إلا بإرجاع الحكم إلى ولي العهد الشرعي للنبي صلى الله عليه وآله، وهو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فلما عاد الحكم إليه عادت إليه فدك تحصيلا للحاصل، أي أن نتاج فدك ثمرات فدك المدخول المالي الذي كان يأتي من فدك عاد إلى أمير المؤمنين عليه السلام باعتباره هو الحاكم المبسوط اليد على أرض فدك، فعاد الحق إلى أصحابه. فيعيد ماذا؟ هي الخلافة كلها، الحكم كله عاد بما في ذلك فدك الذي كانوا قد صادروا. جاءوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا له أنه لماذا لا تقتطع فدك وتجعل نتاجها حكرا عليك وعلى أبناء الزهراء عليه السلام. رفض وقال ما أصنع بفدك وغير فدك، نحن لا نطلب الدنيا، نحن ليس المهم عندنا المال الذي تأتي به فدك. فدك كانت رمزا للشرعية الإسلامية باعتبارها نحلة رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته الزهراء. ولو أن أبا بكر قبل بإرجاعها إلى الزهراء لكان لابد له أن يقبل بإرجاع الخلافة إلى بعلها علي عليه السلام، وهذا ما تفطن إليه أبو بكر كما يقوله شيخ ابن أبي الحديد في شرح النهج، ارجعوا إليه فإن كلامه قيم في ذلك، أنه سئل لماذا امتنع أبو بكر وعاند إلى هذه الدرجة في إرجاع فدك إلى الزهراء عليه السلام، مع أنه كان ذلك سهلا يسيرا ولن يؤثر في شيء. قال لأنه فطن أنه إن قبل حجتها وشهادتها في أن فدك من حقها فلن يسعه تاليا أن يرد شهادتها في أن الخلافة من حق زوجها. تقول أيضا أبي رسول الله صلى الله عليه وآله حكم بذلك وأبلغني ذلك كما أشهدكم جميعا وأوجب عليكم ذلك جميعا. كان سيقع أبو بكر في موقف محرج جدا، لذلك تفطن وحبس فدك. ففدك في واقع الأمر كانت دليلا على أن الشرعية لمن،
ودليلا يجعل المسلم يعرف الحكم القائم الآن حكم شرعي أم لا، أنه إذا كانت فدك في يد أصحابها الشرعيين فالحكم شرعي، وإن لم تكن فالحكم غير شرعي، فكانت فدك كاشفة عن الشرعي ولا شرعي، هذه هي رمزية فدك. ولذلك لما جاء هارون العباسي لعنه الله صاحب الجواري والمومسات الذي يسميه أهل الخلاف بالرشيد ولا رشد له، لما جاء وفكر في أن يعيد فدك حسب تصوره إلى الأئمة من آل الرسول صلوات الله عليهم، جاء واستدعى الإمام أبا إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله عليهما وقال حدد لي حدود فدك حتى أرجعها إليك. الإمام الكاظم عليه السلام أجابه بأن حدود فدك كل البلاد الإسلامية. نعم أحسنت شيخنا. ففدك رمز، الله تأملوا جيدا. سمحت شيخ، في اتصالات عديدة كانت وانقطعت واتصلوا مرة ثانية وانقطعت، فنحاول ناخذ كثر ما نقدر وبعدين إن شاء الله نعطيكم الفرصة لتجاوبون. أول اتصال ناخذه من الأخ، منو معنا أخواني؟ عزيز. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تفضل. إيش كيف صحة يا سيدنا؟ حياك الله عزيز، حياك. معي أتكلم مع من؟ مع السيد الشيخ؟ تفضل تفضل، عندك سؤال تفضل. أبغى بس أول شيء أتكلم على السيد الشيخ ياسر الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أبي أقول حاجتين بس صغيرة. نعم. أولاً أخواني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. سيدي الله يحفظك وينصرك. نعم أخوي عزيز، في تأخير 5 ثواني تقريبا، فلو سمحت تعطينا سؤالك لأن ما في وقت أن ننتظر رد سماحة الشيخ. ماشي ماشي، الله يسلمك. الحين تحاولون على الشيء على السنة يشتيعون وما تشيعون، فيقول الإمام علي يقول إن محمد صلى الله عليه لا يكرهك إلا ولد حرام أو ولد زنا أو ولد مشرك، فهذا الشيء يعني من المستحيل إذا واحد ولد حرام ولا ولد مشرك يحب الإمام علي أو يحب أهل البيت، فهذا الشيء يعني من الصعب كتير. ما أدري هل واحد إذا كان كذا يقدر يتشيع على أهل البيت ولا ما يقدر. نعم أحسنت، بس هذا سؤالك إن شاء الله راح نجاوب عليه. شكرا جزيلا. حياك الله عزيز. ناخذ اتصال من الأخ. عندنا اتصال أخواني ولا انقطعت الاتصالات؟ إيه بس حولوا لي. الأخ أبو مؤمل من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس عندي أخ على مود الموضوع اللي يثيرونه، موضوع أنه كيف الإمام علي ما دافع عن الزهراء سلام الله عليها. نعم. يعني السؤال يطرح نفسه، يقول كيف دخل عمر وأبو بكر هذا الجبان نعم إلى بيت أمير المؤمنين، كيف فكروا في الدخول وهم يعلمون من هو علي؟ نعم. فاللي أطلبه من الشيخ نعم أني حدثنا بالرواية كيف خرج لهم الشيطان وقال لهم أنه موصى فلا تخافوا. نعم. ففقط حبيت من الشيخ أنه هذه الرواية فقط يذكر مصادرها ويرويها على مود يسكت فقط، بعد ما حد يسأل هذا السؤال. أحسنت أحسنت أخوي أبو أمل، بارك الله فيك، طيب الله أنفاسكم إن شاء الله. الله يحفظ. ناخذ اتصال من الأخ محمد أحمد من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم أخ محمد، حياك الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. تقبل الله أعمالكم إن شاء الله، وصيام مقبول ذنب مغفور إن شاء الله.
الو السلام عليكم شيخنا، ممكن نكلم الشيخ؟ والله في تأخير تقريبا 5 ثواني، فإذا تعطيني سؤالك إن شاء الله وأنا وصل الشيخ إن شاء الله. مبارك عليك الشهر إن شاء الله علينا يا شيخنا. علينا وعليك، والله يتقبل أعمالك. الله ينصرك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. بس في سؤال، يعني البكرية يعرفون أن من قتل أمهم عائشة علينا وعليك هو معاوية إن شاء الله. نعم. فلماذا يعني ما يبينون هالشيء هذا، أو دائما يترضون على معاوية يعني لعنه الله؟ نعم، وإن شاء الله سماحة الشيخ يوضح لنا هالنقطة هذه. نعم، لأننا محتاجين توضيح على هالنقطة هذه. نعم أحسنت، بارك الله فيك أخوي محمد، تقبل الله. بارك الله فيك إن شاء الله، الله ينصركم إن شاء الله ويوفقكم. الله يقويك إن شاء الله. ناخذ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ناخذ اتصال من الأخ محمد من الكاظمية. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة وعثمان، لعن عاد وثمود بحق محمد وآل محمد. اللهم آمين. السلام على الأخ عبد الله ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على الشيخ المجاهد ياسر الحبيب ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عبد الله، أقدر أكلم سماحة الشيخ؟ والله أخوي محمد في تأخير 5 ثواني في الاتصال، فإذا توجه لي السؤال إن شاء الله أو تنتظر وأنا أوجه للشيخ إن شاء الله. أنا أخ عبد الله اليوم بس أريد أعلق على هذا اللي قالوا بأن ما يقدر ليش علي بن أبي طالب عليه السلام ليش ما أخذ الضلع فاطمة الزهراء؟ أنا أقولهم من عثمان بن عفان من قبضوا على بيته ولعبوا بمؤخرة مرته. نعم. ليش ما هو دافع عنها؟ نعم. هو ليش ما يدافع عنها؟ لو بس يجون يذبون علينا، أولاً الإمام علي كان مقيد بالوصية، وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله. نعم. أنا بس هاي أقول هل السنة هاي وهم خلي يفتهمون بعد هاي وحدة. نعم. وأنا أبلغ سلامي للشيخ ياسر الحبيب. أنا استوني طالب قد ساعة جيت من الكاظمية المقدسة، زرت للشيخ ياسر وصليت له بالاسم وصليت للأخ عبد الله والهيئة خدام المهدي، واندعيت للشيخ ياسر الحبيب ضريح الإمام الكاظم، والله والله اندعيت لدعاء خاص، والقناة تذكر أيضا اندعيت، وبشر الشيخ ياسر الحبيب بأن أنا خابرته قبل فترة الجمعة الأولى بأن أحد أقاربي اللي تشيع اهتدى من دين النواصب الى دين التشيع. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. الان هو يمي بس يريد يسلم على الشيخ ياسر الحبيب. تفضل. هذا هو وياكم. اللهم صل على محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، شلون شيخنا؟ فليتفضل على الرحب والسعه. شلون صحتك شيخنا؟ شلون اخبارك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت أسلم عليك وأسمع صوتك بالخصوص والله العظيم. وأنا اهتديت يعني إلى طريق الحق والصواب يعني. هنيئا لك. نعم. الحمد لله الذي هداك إلى موالاة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم. والحمد لله الذي أنقذك من موالاة أعداء آل محمد عليهم السلام، هؤلاء الأئمة الذين يدعون إلى النار. الحمد لله وشكر. أحسنت، بارك الله فيك. اثبت على دينك وكن صبورا كذلك على المحن، لأنه أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أحبنا فليستعد للبلاء. إن شاء الله. أحسنت وبارك الله فيك، وهنيئا لك ركوب سفينة النجاة بموالاة علي وأبنائه الطاهرين سلام الله عليهم، ومشكورين على الاتصال ومشكورين على هل محمد عبد الخير مداخلة البشرة هذه. تفضل. ألو أخ عبد الله، أنا بواجدكم بس أطلب من الشيخ أقسم عليه بضلع الذهب يعني اندعي لي هاي الليلة.
الحين لأن سكت لأن أبي الشيخ نفس سماحة الشيخ يسمع ويجاوبك. شكرا يا أبا، شكرا. أحسنت، بارك الله فيك. إن شاء الله بعيني، إن شاء الله أدعو لك هذه الليلة إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك ومشكور على الاتصال. شكرا. حياك الله. شكرا.